مرحبا. سلاحف الصينية أو سلاحف سوفت شيل من اسمها بتعيش في الصين، ولكن أيضاً بأجزاء أخرى كتيرة من العالم. وبهاوين وجدت بالمستنقعات وخنادق الصرف، وهي حيوان ذو فضول شديد بيقضي معظم وقته بمحاولة لاكتشاف الطعام بالماء المالحة ليلاً. نرجع لأخبار طقسنا، فمكفي خريفي معتدل نهاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وعم تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3-4 درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. ليلاً عم يبقى الجو مائل للبرودة بأغلب المناطق، ويحذر من تشكل الضباب بالمرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية. بالنسبة للرياح عم بتكون شرقية لشمالية شرقية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل 12 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة فعم تتراوح بين 40-80%. البحر عم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 24 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. عم بيكون غائم جزئياً، ودرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 11 والعليا 25 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالسويد الطقس صح ومشمس، ودرجات الحرارة فيها عم تسجل الدنيا 12 العليا 24 درجة، وبدرع عم توصل لل 25. أما بالقناطرة عم توصل لل 23 درجة، والطقس مكفي صح ومشمس. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا عم يكون صح ومشمس أيضا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حما بين 13 وال 25 درجة. كيف عم يكون الجو على البحر بطرس وسلادية رح ننتقل سوا لنشوف. غائم جزئيا بشكل عام، ودرجات الحرارة بلادية عم توصل ل 28 درجة. أما بلواء اسكندرون فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 20 وال 26 درجة. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا عم بيكون غائم جزئيا بشكل عام، ودرجات الحرارة عم توصل ل 23 درجة بمدينة إدلب، وبحلب دل 24. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية بمدينة الرقة. الجو عم يكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 11 وال 24. وبالحاسكة درجات الحرارة عم تسجل الدنيا 10 العليا 24 درجة، والطقس عم بيكون صح ومشمس. أما بدير الزور أخيرا فدرجات الحرارة عم توصل ل 25، وطقسنا مكفي صح ومشمس. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.